ناس تلقاهم خايفين لهم من بني آدم، زول زيهم، بني آدم مخلوق زيهم، واحد يأكل كما نأكل ويشرب كما نشرب، يخاف يقول لك الزول ده بيتصرف فوقي، يخاف يقول لك الزول ده بيعلم جوا قلبي، يخاف يقول لك الزول ده أنا لو خالفته بيتبين فوقي. وهذه عقائد موجودة كثيرة في مجتمعاتنا. واعلم أنه لا يملك مع الله أحد من الأمر ولا مثقال ذرة. فإذا علمت ذلك وتوكلت على الله وسألت الله، أعطاك الله عطاء عظيما وعطاء جزيلا في الجرائد، في الإعلام، في الإذاعات، في التلفزيون. تسمع كلام ما قال به حتى أبو جهل للأسف الشديد، زول يزعم أنه مسلم، يقول لك تنادي الناس الميتين، يقول لك الأولياء بيتصرفوا في الكون، كل من في الكون ضعيف، كل من في الكون بيأكل إلا الملائكة. باقي لك في شيخ بيقيف معك، باقي لك في زول بيقيف معك، شما يورطوك. كثير من الناس ورطوهم مسكوهم طرق وأحزاب وجماعات ويقول لك نحن يوم القيامة بنقيف معك. ربنا قال لك انت أمك وأبوك بتفير منهم. أيقن تماما إنه في اليوم ده بعد رحمة الله وفضله ما بيمرقك إلا عقيدتك النجيضة. نجد عقيدتك من الدنيا دي، والله داير تمشي لله يوم القيامة وتلاقيه بعقيدة نظيفة، عقيدة ما فيها شيخ، ما فيها ميت، ما فيها حي، ما فيها علان ولا فلان، عقيدة في الله سبحانه وتعالى. تتعجب زول يمشي بقبر يتمسح به داير منه الشفاء، وهذا إنسان أفضى إلى ربه سبحانه وتعالى وانقطع عمله، كما قال رسول الله: إذا دعوت الله فلا تدعو غير الله ولو كان هذا المدعو ملكا مقربا، ولو كان هذا المدعو نبيا مرسلا، ولو كان وليا صالحا، أو كان صحابيا من المرضي عنهم، لا يجوز لك أن تصرف له شيئا من أنواع العبادة. تقول يا الله ويا فلان، يا الله ويا شيخ فلان، داير الولد تمشي لشيخ علان، داير الرزق تعلق صورة فلان، إذا خايف من أمر تعلق الحجبات. هذا أخذ حق الله وأعطاه للمخلوق. فهل إذا لم يستحق العبادة الأنبياء يستحقها من دون الأنبياء؟ وده للأسف الشديد منتشر يا ناس، في الجرائد، في الإعلام، في الإذاعات، في التلفزيون. تسمع كلام ما قال به حتى أبو جهل للأسف الشديد، زول يزعم أنه مسلم، يقول لك تنادي الناس الميتين، يقول لك الأولياء بيتصرفوا في الكون، وده كلام بيقروا في الجامعات، يقول لك الولي بيعلم الغيب، وربنا قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولذا إذا أراد الناس أن تنصلح لهم دنياهم قبل آخرتهم فعليهم أن يصلحوا ما بينهم وبين الله. من في السماوات ومن في الأرض كلهم محتاجون إلى الله، كلهم فقراء إلى الله، وغير الله سبحانه وتعالى عبد فقير. عشان كده ربنا قال: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، أي من دون الله، والرسل دون الله، والملائكة دون الله، والصالحين دون الله، والجن والشياطين دون الله. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال العلماء: والقطمير هو القشرة البيضاء على نواة البلحة.